نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثها مستمع سمى نفسه عين أبو شنب. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في لقاء سابق، أما في هذا اللقاء فيسأل ويقول: ما حكم ما يسمى بخلو الرجل الذي يدفع لمن يخلي المكان التجاري لمستأجر جديد ويعطيه مبلغا من المال خلو الرجل، علما بأن هذا المال فقط يدفع للمستأجر الأول ولا يعطى صاحب المكان منه شيء؟ هل فعلا له حق في هذا المال؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. المستأجر إذا كان له بقية من المدة في المحل فإنه يجوز له أن يؤجر بقية مدته لآخر يخلفه، ويكون استعماله مثل استعمال الأول، لأن بقية المدة ملك له، فله أن يستوفيها بنفسه وله أن يستخلف من يستكملها بالأجرة أو بدون أجرة. أما إذا كانت مدته قد انتهت فليس له استحقاق في هذا المحل يأخذ في مقابله شيئا من المال، إنما يجب عليه ترك المحل لصاحبه، يؤجره على من يشاء، يسلم المحل إلى صاحبه إذا تمت المدة، أو يستأجره لفترة أخرى إذا رضي صاحب المحل. نعم.